السيسي خلال تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية: الجيش هو فخر البلاد وسيظل دائما عند مستوى الثقة فيه. الحكومة توافق على زيادة المعاشات 125 جنيها حدا أدنى و 323 أقصى. ونتابع في هذه النشرة أيضا: على خلفية الانقلاب، تركيا تواصل الاعتقالات وتمنع سفر جميع الأكاديميين للخارج وتحجب موقع ويكيليكس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من النهار اليوم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جيش مصر هو فخر البلاد وسيظل درعا يحمي الوطن ويصون مقدراته، مشددا على أنه دائما عند مستوى الثقة فيها. جاء ذلك خلال حضوره حفل تخريج دفعة 83 طيران وعلوم عسكرية من طلبة الكلية الجوية، وقدم الطلاب عددا من العروض الجوية والتشكيلات القتالية المتميزة. وللحاضرين ولكل المصريين، اللي انتوا شفتوه النهارده ده بيعكس جيش مصر. جيش مصر يعني فخر مصر. جيش كان دايما عند مستوى الامل والثقه الشعب المصري دايما كان بيرى في ده، في جيشه، جيش منه، جيش بتاعه، جيش ليه، جيش منه، جيش بتاعه، جيش ليه. هو ده جيش مصر، فخر مصر. امبارح بيبلغوني بيقولوا لي يعني هيبقى في تدريب حي وفي ذخيره وبتاع، بيبلغوني بس كده. قلت طب خير في ايه يعني؟ مفيش مشكله، لان مفيش مشكله، مفيش ابدا مشكله. دايما كان الجيش ده عند مستوى الثقه فيه، مستوى الثقه فيه. وفي تصريحات خاصة للنهار اليوم، أبدى الطلاب الأوائل سعادتهم بالتخرج، مؤكدين مواصلة العمل وبذل أقصى طاقة لديهم من أجل رفعة الوطن وحمايته من أي تهديدات أرضية وجوية. الحمد لله، النهارده اجمل احساس في الدنيا انك تقدر بعد تعب 3 سنين جوه الكليه ان ربنا يكرمك ويجي يوم تخرجك وتخرج من الكليه. طبعا تعب الثلاث سنين والتعب انت بتوع الكليه، وتشرف بتكريم من السيد القائد الاعلى، طبعا ده شرف كبير. بس برضه الفرحه الكبيره كلها الاهلي مش ليا انا، يعني ان هم اللي تعبوا معانا وهم اللي ربنا بيكرمهم. يعني احب اقول لهم يعني تعبكم ما راحش على الفاضي، وربنا يخليهم. يعني هم تعبهم هم اللي وصلني للمكان اللي انا فيه ده، ولولاهم ما كنتش عمري ما كنت هبقى حاجه. هو تغير، يعني تغير من انك تبقى شخص مدني، انك تبقى راجل عسكري، انك تبقى ضابط، انت مسؤول عن حد، مش انك عايش كده. يعني الفرق بيني وبين زي اللي في سني بره، يعني ان انا دلوقتي بقيت راجل مسؤول، انا بشتغل، انا بتعب، انا ممكن اضحي بحياتي، انا بعمل حاجات كتير في ناس بره ممكن في نفس السن دوت ما يقدروش يعملوها. هو ده الفرق اللي احنا بنتعلمه جوه الكليه. يعني طبعا الكليه غيرت نقله الواحد من الحياه المدنيه للحياه العسكريه، علمته الانضباط العسكري واتخاذ القرار ومطيعه الاوامر، وطبعا علت فينا حب الوطن والدفاع عنها. فطبعا هدف كل واحد فينا ان هو ان شاء الله يخدم بلده ويدافع عنها من اي عدوان خارجي ان شاء الله باذن الله. مراسلنا أحمد رجب أجرى لنا لقاء مع الطلاب الأوائل في رسالته التالية.
تحياتي لكم مشاهدينا من الكلية الجوية، هنا تخريج الدفعة 83 طيران وعلوم عسكرية وجوية، معي اثنين من أوائل الطلاب الخريجين من الكلية الجوية اليوم في حفلهم اليوم وتخريجهم من الكلية الجوية، أولهم ملازم جوي الآن طبعا بعد التخرج أحمد السيد العراقي ومن مصر، وأيضا ملازم طيار نايف الجوعان وهو من دولة البحرين الشقيقة. نبدأ بسيرة الملازم جوي أحمد السيد العراقي، أولا مبروك، نبارك ليك على تخرج، أنت في الترتيب الثاني على الدفعة، إحساسك اليوم من التخرج وشعورك بعد أن تخرجت من الكلية الجوية؟ هو طبعا الحمد لله على التخرج والحمد لله على كل حاجة، كانوا 3 سنين صعبين يعني، بس الحمد لله في الآخر التخرج كان حاجة مميزة، والحمد لله شرف ليا ولعيلتي إن أنا طلعت من الأوائل. الحمد لله انا تعبت وبحب اشكرهم جامد طبعا عشان هو اليوم الفضل الاول والاخير في الموضوع ده، بس الحمد لله يعني ان شاء الله اقدر اقدم حاجه لبلدي واثبت لنفسي حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. ليه اختيارك تحديدا من ضمن الكليات العسكريه انك تختار الكليه الجويه عشان تكمل دراستك فيها وتتخرج منها كملازم جوي؟ الكليه الجويه هي اصلا يعني صرح عظيم حاجة كبيرة جدا، فأنا من وأنا صغير وأنا كان نفسي بصراحة أجي هنا عشان أثبت لنفسي حاجة وأثبت للبلد كلها حاجة، وكان حلم ليا إن أنا أجي الكلية هنا، والحمد لله حققته ودخلت منها واتخرجت منها ومن الأوائل كمان الحمد لله. أخيرا إيه اللي تتمنى تقدمه للجيش المصري بعد تخرجك وانتمائك ليه؟ أحب أنا أي حاجة تقدر يعني هتثبت للبلد دي إن هتخلي البلد دي أحسن أو تخليها كويسة أنا أقدر أقدمها، أي حاجة يطلبوها مني أنا أقدر أعملها له. دولة البحرين، يعني أنت اخترت مصر تحديدا حتى تدرس فيها العلوم العسكرية الجوية، لماذا مصر تحديدا اخترتها من ضمن باقي دول العالم حتى تدرس فيها تلك العلوم؟ طبعا السلام عليكم في البداية، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على أن احنا بلغنا التخرج خلاص بكرة إن شاء الله، ومصر طبعا جيش عظيم ومن أعظم الجيوش في العالم ومن أقوى الجيوش عالميا وأقوى جيش عربي، والواحد للفخر طبعا أنه هو يقضي فترة دراسته في جمهورية مصر العربية، وده فخر لنا واعتزاز، وطول عمر مصر معروفة بجيشها ومعروفة بقواتها الجوية، فنتشرف بالخدمة في جمهورية مصر العربية. الجيش في البحرين ناوي تقدم له إيه بعد انتمائك ليه بعد تخرجك من الكلية الجوية في مصر؟ ان شاء الله اللي اقدم حق بلدي طبعا كل ما انا تعلمته في الكليه الجويه المصريه من طيران ومن علوم عسكريه، وعشان اخدم بلدي في اكمل وجه واوصل صوره الجيش المصري لمملكه البحرين. ان شاء الله اكون جندي بحريني متدارس في مصر ومتعلم من جمهوريه مصر العربيه. شكرا جزيلا ملازم طيار نايف الجوعان من دولة البحرين والملازم جوي أحمد السيد العراقي من مصر، شكرا جزيلا ليكم مشاهدينا. بالإيمان والتضحية والمجد يحمون سماء مصر، هؤلاء هم خريجو الكلية الجوية وسلاح الجو في مصر، شكرا جزيلا لكم وعودة للزملاء في الاستوديو. اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
فقد أوقفت وزارة التربية 15,200 من موظفيها العاملين داخل الوزارة وفروعها المختلفة، كما حظر المجلس الأعلى للتعليم السفر خارج البلاد على جميع الأكاديميين. ومع استمرار الإقالة والاعتقالات بالداخل ومن اليوم الأول، اتجهت عين أردوغان صوب الخارج وبالتحديد الولايات المتحدة، حيث يقيم خصمه اللدود فتح الله جولين زعيم حركة الخدمة ذات الشعبية الواسعة لدى عديد الأتراك مطالبا بتسليمه لأنقرة. ما حدا بجولين إلى دعوة الحكومة الأمريكية رفض كل المساعي الرامية لتسليمه لغاية الانتقام السياسي حسب قوله. ويخشى حلفاء أنقرة من تصرفات أردوغان تجاههم بعد تصريحاته ورئيس وزرائه بن علي يلدريم التي تتهمهم بالعلم أو المشاركة أو حتى التقاعس تجاه ما جرى في تركيا. أما موقع ويكيليكس فبدأ في نشر آلاف الوثائق السرية التي تعود إلى 762 من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبحسب الموقع المعني بكشف الوثائق الرسمية، فإنه حصل على هذه البيانات قبل أسبوع واحد من وقوع المحاولة الانقلابية، فحذرت السلطات التركية الموقع داخل تركيا. ويبدو أنها محاولة من جانب بعض من يخشون تمادي أردوغان في إجراءاته ضدهم، لكن تبقى الإشارة إلى أن تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة لم تعد كما كانت قبلها. عبد الباسط يونس، النهار اليوم. وفي أول هجوم من نوعه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أيام، سقط 20 قتيلا من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارات تركية على شمالي العراق. واستهدفت الغارات مواقع لحزب العمال في سفوح جبال قنديل، ما أحرق مساحات واسعة من المحاصيل والأراضي الزراعية. وتتهم أنقرة حزب العمال المحظور بشن هجمات دموية على قوات الجيش والشرطة. جددت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى ليبيا، مناشدة أن المصريين المقيمين بها توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات. الخارجية دعت أيضا المواطنين عدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر والتي تقوم بتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق دولة ثالثة، مما يعرض الشخص الذي يدخل ليبيا بطريق غير شرعي إلى الاحتجاز من قبل السلطات الليبية. أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية مقتل 3 من قواتها في ليبيا، مؤكدة بذلك للمرة الأولى وجود جنود فرنسيين في هذا البلد. في هذه الأثناء طردت القوات الموالية للحكومة الوفاق الليبية مسلحي تنظيم القاعدة من بلدتي المقرون وكركورة على بعد 80 كيلومترا شرقي مدينة أجدابيا، وأحكمت السيطرة على البلدتين عقب تأمينهما بقوات مشاة. أعلن الحزب الجمهوري ترشيحه للملياردير دونالد ترامب رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل. وتعهد ترامب أن يعمل بجد وألا يخذل الشعب الأمريكي، معربا عن سعادته باختيار مايك بينس نائبا له. ومن المنتظر أن يعلن الحزب الديمقراطي الأسبوع المقبل ترشيح هيلاري كلينتون رسميا. والآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية. أعلن وزير المالية عمرو الجرحي أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاء نحو 90% من السلع الغذائية، إضافة إلى خدمات أساسية كالصحة والنقل والتعليم عدا التعليم الدولي. وأضاف الجرحي أن مشروع القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم خدمات جديدة ومهن حرة متعددة للضريبة، موضحا أن الأكثر استهلاكا سيسدد ضريبة أكبر والأقل دخلا سيسدد ضريبة أقل. وحول مشروع القانون كان لمراسل النهار اليوم كريم الشيخ لقاء مع وزير المالية، لقاء تحدث فيه الجرحي عن أهم ملامح المشروع، نتابع. من مقر وزارة المالية وعقب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية السيد عمرو الجرحي معنا الآن، وبرحب بحضرتك فندم، وعايزين حضرتك تكلمنا عن يعني قانون القيمة المضافة الذي أثار جدل على مدار الأمس وحتى اليوم، و
بيتم مناقشته اليوم في يعني هذه الايام في مجلس النواب. الجدل قل وقللنا شويه بطبيعه الحال. يعني عاوزين حضرتك تكلمنا عن اهميه هذا القانون التي عرضتها على وزاره الماليه على مجلس النواب. احنا الحقيقه يعني واحد ان احنا بن بن بنطبق سياسات تشريعيه وقوانين بتتواكب مع اللي موجود في العالم كله. القانون ضريبه المبيعات اللي احنا عملناه في سنه 91 واستمرنا بيه من 91 لغايه النهارده كان المفترض ان هو يتغير من فتره سابقه فتره اطول. الحديث كان فيه بدا من سنه 2009 2010 فبقاله الحوار حوالين القانون القيمه المضافه هو ليس بحديث، هو بقاله حوالي 8 سنوات انه بيتداول. طبعا جاء يعني حصلت الاحداث وجاءت ثوره 25 يناير والدنيا اتاخرت لغايه ما تم تطبيقه في الوقت الحالي. احنا بنطبق حاجه زي ما قلت لك بتتواكب مع ما هو كل ما هو احدث في تطبيق الضرائب وبيعالج تشوهات وبيطبق انه فكره انه كل يعني السلع والخدمات كلها بتبقى خاضعه الا فيما يتم اعفائه. واحنا عندنا لسته اعفاءات كبيره في القانون ده، الغرض منها ان احنا بنتاكد انه مجموعات السلع اللي ممكن تاثر على محدود الدخل والحياه اليوميه للمواطنين ما تتاثرش بشكل كبير، بخلاف ما هو بخلاف انه هي يعني زي ضريبه استهلاك كل ما بيزيد الصرف من المواطن كل ما بيدفع الضريبه. المواطن محدود الدخل هل هيتاثر بشكل كبير من قبل هذه القيمه؟ هيبقى قليل لانه التضخم المتوقع مثلا والتضخم اللي بيحصل في نتيجه قانون القيمه المضافه لا يتعدى 0.5% في الشريحة الأولى، 7.1% يعني لغاية 7.1% في الشريحة الثانية وهكذا بالتوالي إلى أن يصل إلى أعلى مستوياته ل 2.3% طبقا للدراسات اللي موجودة لدينا، وده بيحدث لمرة واحدة. من الممكن أن يتم تطبيق هذا القانون؟ ده في ضوء موافقة مجلس النواب، مجلس النواب بيناقشنا فيه بياخد وقته وبيقرر ما يرى. سؤالي الأخير، ماذا لو رفض مجلس النواب هذا القانون؟ يعني نتمنى ان لا يحدث هذا، ولكن في جميع الاحوال احنا بنبذل اقصى مجهود ممكن في ان احنا نزود الايرادات ونسيطر على المصروفات عشان نقلل عجز الموازنه. استاذ عمر الجرحي وزير الماليه، بشكر حضرتك على تواجدك معنا، ويعني بطبيعه الحال هذا ما اكده لنا وزير الماليه في تصريح خاص للنهار اليوم عقب المؤتمر الصحفي عن قانون القيمه المضافه. مشاهدينا، وفي نبأ عاجل وصل إلى النهار اليوم منذ قليل أن هناك استنفار أمني في بلجيكا بسبب تهديد شخص بتفجير نفسه في أحد المباني بالعاصمة البلجيكية بروكسل.